غدا في هنا العاصمة، نجوم مسلسل طايع مع لميس الحديدي. بنختار الحاجة بالقيمة جدا، بس الحقيقة كان قيمة الناس كلها حبيته. النجم عمرو يوسف، النجمة صبا مبارك، المخرج عامر سلامة، المنتج هشام تحسين. لما المسلسل بيبقى معمول بالشطارة دي وبالتركيز ده من الكتاب ومن المخرج، الناس ما بتتوربش. هنا العاصمة مع لميس الحديدي، غدا الساعة 9 مساء فقط على CBC.